جميع الأصدقاء والصديقات، احنا الآن متواجدين عند السيد سي فتاح الوالي اللي ثارت الضجة ديالو. صفحة شنو الصفحة ديالكم؟ عوينة الحجاج بالفيزا. الحمد لله تصلوا بنا ناس عبر الصفحة الخاصة ديالي من أجل التدخل السريع عند السي عبد الفتاح اللي هو مهندس دولة، دكتور جامعي، اللي جارت عليه الأيام والزمان ورجع متشرد بشوارع مدينة فاس. سي عبد الفتاح الوالي هو اللي غادي يحكي لكم الآن الحكاية ديالو بالتفصيل. حكاها لنا شيء والله العظيم الى بكى القلب قبل ما يبكي العين. انسان اللي اطار في الدوله، انسان اللي قرا، انسان اللي عائله ما شاء الله عليها تلت به ليام ورجع يعيش في الشارع في وسط السياره ديالو، في وسط واحد السياره ديالو اللي مهترئه. الان احنا غادي نشوفوه وغادي نسرد لكم الحكايه ديالو بالضبط، وان شاء الله يا ربي هو يعني انا عرضت عليه انني نديه للمركز ديال الايواء باش يجلس. للاسف انه رفض لان رجلاته مقطعين، قال لك صعب عليه، هو باغي يعني باغي محسنين اللي يقدروا يساعدوه انه يشريوا له، قال لك واخا حتى بويت سفلي باش يكمل المشوار ديال حياته. هذا الشيء اللي طالب باش هو لنا في العمر ديالو 47 سنه، قال لك انا زعما الا لقيت بويه انا نتزوج ونولد وليداتي، عندي لي ديبلوم ديالي، عندي الشواهد ديالي ويكمل حياته. حنا دابا غادي نمشيو لعندو وغادي تسمعوا منه تفاصيل ديال حياته بالضبط. السي عبد الفتاح الوالي تعيش في وسط هذه السياره. هذه حياة السي عبد الفتاح، هنا فين تعيش السي عبد الفتاح الوالي اللي هو مهندس دولة. حاشاكم وسمحوا لي على 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 المنظر، ولكن الحقيقة هي هذه، ما يمكننا شيء نخبعوها. السي عبد الفتاح الوالي الوادي. السلام عليكم. جو مابيل عبد الفتاح وادي. جو سوي دو نيسونس دو 1971 دو فاس. تري فاتيغي تري فاتيغي. جو سوي مورون تري ابوليسي. 20 ans que je suis abolissé. J'ai beaucoup parlé. Je sais pas pourquoi ils font malin. Si je suis un ingénieur d'État, il y a beaucoup des ingénieurs d'État. Pourquoi ils me font ça? Je suis si abolissé depuis 1991. Tout volé, tout fortifié. Ils m'ont volé, ils m'ont amputé de pied. أستاذي غادي نقطعك الله يجازيك بخير، لكن بالعربية والفرنسية باش المتابعين الكرام يفهمونا علاش كنتكلموا ويفهموا حتى الحالة. وكنعتذر على قطعتك. Je vous demande. La maison de bienfaisance, j'ai passé 8 mois, oubliez-la. Ne m'offrirez pas de prison. Il y a une différence, mais c'est de prison. Je suis encore jeune. Certes, je suis amputé de membres inférieurs. Et mes deux membres supérieurs, ils sont gonflés, ils sont malades. Certes, j'ai besoin d'un accompagnant, une accompagnante, une femme sociale ou une organisation, quelque chose comme ça. Mais je vous demande si vous pouvez m'offrir une maison rez-de-chaussée sans les escaliers pour me sauver de cette situation. Merci bien. Vous voyez tout. Sans parler, vous êtes des Marocains, vous êtes des Européens, vous voyez mon cas, vous voyez où je vis, ni salaire, ni soutien social, ni soutien économique, aucune aide, aucune aide. En de plus, ils me volent et ils me demandent
pot de vin est chantage. Même l'insuline, je l'achète 210 dirhams par l'ampoule. J'ai rien. Orphelin. Et vous me connaissez. Vous connaissez Abdelsah, Kaza, Rabat, Fez. Vous me connaissez bien. S'il vous plaît, arrêtez cet abolissement. Arrêtez les criminaux, ceux qui fortifient tout, les suceurs du sang, les voleurs, les vendeurs du chair humain, sans honte ni humeur. Tuez-les. Je vous demande de tuer ces partis, ces organisations, ces fonctionnaires des voleurs de chair humain. Ni pitié, ni honte, ni humeur. Je suis jeté dans une forêt comme vous voulez. Aidez-moi, s'il vous plaît. Merci. كيف ما شاهدتوا الحالة ديال سي أحمد الوادي عبد الفتاح الوادي، ها هو سردها لكم كلها بتفاصيل. احنا ما تنطلبوا حتى شي حاجة، طالبين أن على لسان ديالو بويت فين يقدر يكمل المشوار ديال الحياة ديالو. أنا متأكدة أن المحسنين عليه يسمعوا هذا النداء. اللي سمع هذا النداء الله يجازيه بخير يحاول يتصل على لاباج ديال الصفحه ديالنا، وحنا غادي نلاقيوه بهم، يعني يتلاقى مباشره بهم ويشريو له على حسب ما باغي هو. حنا ما تنشدوش، كيف تنقول دائما، حنا ما تنشدوش الفلوس، ولكن يشريو له بويت فين يعيش، فين يكمل المشوار ديال الحياه ديالو. ما يمكنش ان اطار في الدوله يتلى به الايام ويجور عليه الزمان ويعيش هذه العيشه هذه اللي صراحه الله تدمي القلب، والله العظيم تدمي القلب. ما يمكنش يكمل حياته هكذا. وانا متاكده من خوتنا المغاربه، ومتاكده من التآزر ديالهم، ومتاكده من الحنان ديالهم، والحمد لله ساعدتونا في حالات عده، يعني اللي ما نقدوش نحصيوها. الله يجازيكم بخير. حنا دابا طلبنا الوحيد ليكم هو السي عبد الفتاح يتنقدم هاد الشارع اللي هو فيه، ومن هاد الحاله اللي هو فيها، مع العلم انه انسان مريض. شكرا لكم. الحمد لله الناس يزوروه، الله يجزيهم بخير. اخوان جاهم بني من لال، الله يجزيهم بخير، الله يجزيهم بخير. فقط كإشارة سيدتي وسادتي، هذا السيد هذا كاين كيتواجد في المدخل ديال حي موفلوري بالضبط واحد 200 متر على طريق إموزار. بالنسبة أي واحد بغى يجي يزورو فهو يعني واحد الواحد تقريبا كيلومتر واحد عن مقهى الأسود اللي كتواجد في طريق إموزار، أو لا قاعة الحفلات البوليسي أو لا الصنهاجي. مرة أخرى يعني كنعاود نحدد المكان ديالو بالنسبة لأي واحد أو لأي جمعية أو أي مسؤول بغى يزور هذا السيد عفوا، فيمكن له يجي للمدخل ديال حي موفلوري بالضبط يعني في رومبوان اللي كتدي للمقهى لا سويت. فكيف شفتوا كيف قالت لكم السيده اسماء اللي هي رئيسه الجمعيه المغربيه لمنظمه العنف والتشرد ان الحاله مزريه. سيد اطار في الدوله، مهندس دوله، يعني دكتور، يعني جميع اي حاجه اللي تقدر تجيكم على بالكم فهاد السيد كيتوفر عليها. وفي اخر المطاف في 2016 يعني كتقطع عليه رجليه في المستشفى الجامعي الحسن الثاني هنا بمدينه تيفاس، وكتجي واحد الممرضه وكتخرجوا بالقوه رغم استنكار مجموعه من الاطباء اللي كيقولوا ان هذا السيد هذا ما خاصوش يخرج، وكتجي هذه الممرضه هذه وكتخرجوا، والسيد هو مقطع عليه رجليه ومليوح. فنداء سواء لا مسؤولين ولا جمعيه المجتمع المدني ولا اي واحد يعني عنده واحد الضمير ديال الانسانيه فيدير الحل مع هذا السيد هذا، ما كيطالب حتى شي حاجه، فقط كيطالبنا اولا كيطالب الجميع بواحد البيت يعني اللي ويه اللي ما طاحش عليه الشمس ويدرق من الشمس، ما كيطالب حتى بشي حاجه. يعني السيد كيطالب بواحد البيت فين يستقر لا اقل ولا اكثر. وكنتمنى من الرساله ديالي تكون وصلت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نخليكم مع الاستاذه اسماء هي تولي تكمل لكم هذا البث المباشر. شكرا لكم. كاشاره ان شباب ما شاء الله جاوا يزوروه من بني مدينه بني ملال. الحمد لله. انا قلت لكم نعم السلام عليكم. انتقلنا مدينة بني ملال لمعاينة الأخ عبد الفتاح اللي هو أستاذ ومهندس دولة، وكيف ما شرح لكم الأخ اللي معكم فتلاقينا مع هاد الإخوان اللي هما جمعية كيف ما عقلتش على الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، وكذلك
معكم رشيد حميدوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتصادفنا الحمد لله مع الناس هادو في هذا المكان هذا المعاينة كيف ما قلت لكم مع السيد عبد الفتاح، وغادي نكملوا معكم الآن من بعد ما نكملوا هنا. أيه شكرا 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 لكم بزاف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حنا مازالين في مغرب المحبة، في مغرب الأخوة، في مغرب تضامن. إلا درنا يدينا في يديكم ودرتوا يديكم في يدينا، غادي نقدروا أكيد إن شاء الله يا رب غادي نعاونوا السي عبد الفتاح، أنا متأكدة. ولو نديروا إلا درنا يعني ولو حتى 100 درهم الواحد، حنا متأكدين غنشريو له بويت، حنا متأكدين إن شاء الله يا رب غادي نشريو له بويت اللي غادي يقدر يعيش فيه ويكمل مشوار ديال حياته إن شاء الله يا ربي. نترجى منكم تنطلبكم دابا أنا أنكم تبارطاجيو هذا الفيديو يعني لواحد الحد اللي في يوصل يعني النسبة المشاهدة كبيرة باش يلقى واحد الصدى رحب من طرف المحسنين ولا من طرف اي واحد باش نقدروا نعاونوا السي عبد الفتاح. شكرا لكم جزيلا، شكرا لكم، شكرا على التتبع، شكرا على 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 التضامن والتآزر. صباحكم مبروك.